كان بداية أم كلثوم زي ما حضرتك قلت كأسطورة الثقافة. أم كلثوم قرأت على إيد أحمد رامي ما يزيد عن 1000 كتاب. أوف. كان ليها عادة أسبوعية اسمه لقاء يوم الاثنين بكتاب جديد، رامي بيجيب لها كتاب جديد تقرأ، كتاب في كل أنواع المجالات، أدب، ثقافة، علوم، تاريخ، شعر، كل حاجة كانت تقرأ وتعلمت على إيده. يعني هنا مش كانوا بيرعوا موهبة فنية بس، لا ده كانوا بيبنوا شخصية كاملة. بالضبط، كانت مؤسسة. أم كلثوم تعتبر مؤسسة ثقافية. اتعلمت على إيده الإنجليزية والفرنسية وبقت بطلاقة بتتقن الإنجليزية والفرنسية على إيد أحمد رامي. كويس. وكمان يعني كمان حتى هو قال لها، قال لها أي حاجة تعجبي بيها هاتيها وقريها، وما ولو في حاجة وقفت معاكي نساعد بعض. هي كمان بقت متذوقة للشعر لدرجة إن فترة من الفترات كانت بتعدل على شعر أحمد رامي، وكانت بتجيب ورق مثلا زي شعر شوقي تقراه، حافظ إبراهيم، كل الشعراء الفحول، فحول الشعر، كانت بتقرأ لهم، وده اللي أثقل موهبتها ونمى إبداعها كمان من خارج ألفاظها. طبعا يعني كان الحرف ده بقى بسبب الإعداد والتأسيس الجيد في القرآن الكريم والكتاب. بالضبط، يعني بدأت مسيرة أم كلثوم. كمان يعني شوف رامي في نفس العام أو بعديه بسنوات بسيطة أو سنة بسيطة كانت الأصبجي. الأصبجي هو اللي عملها التخت. هي كانت لغاية فترة قريبة بالعقال قالها ما ينفعش، لازم تعمل تخت. وعايز أقول حاجة مهمة برضو، إن أول أغنية غنتها أم كلثوم وطبعت على أسطوانة كانت هي أول أغنية للشاعر أحمد رامي بالعامية. خايف يكون حبك ليا شفق عليا. دي كانت أول أسطوانة للسيدة أم كلثوم تطرح له. ودي أول قصيدة بالعامية لأحمد شوقي اللي أحمد رامي، وكانت ألحان صبري النجريدي، دكتور أيضا كان طبيب أسنان، كان ملهم بالموسيقى. فمن هنا بدأت جينا لمحمد الأصبجي. محمد الأصبجي طبعا عالم وأمة موسيقية، وكان الموسيقاري المجدد بعد سيد درويش على طول محمد الأصبجي. تمام. ومن هنا بدأت مسيرة أم كلثوم في الموسيقى في التجديد. من محمد الأصبجي عمل معها أكتر من لحن. ده إمتى؟ في الثلاثينات تقريبا؟ لا، العشرينات. لسه عشرينات. سنة 28 يا أستاذ رامي، يا أستاذ تامر. اسمع من بقك ربنا. سنة 28 يا أستاذ تامر عمل الأصبجي مع رامي أم كلثوم أغنية إن كنت سامح وانسى الأسية. سنة 28. حدث استثنائي في عالم الأسطوانات لم يحدث من قبل. وزعت 500,000 اسطوانة. 500,000 اسطوانة. تعرف يعني 500,000 اسطوانة في 28؟ يا خبر ابيض. حدث استثنائي طبعا لم يحدث في منذ اختراع الاسطوانات. ده ممكن سكان مصر كلها ساعتها ما كملوش 5,000,000 ولا حاجه، فنص مليون اسطوانة. نص مليون اسطوانة. بعد ما كانت ام كلثوم المطربة الثالثة بعد منيرة المهدية وفتحية احمد، طلعت في المقدمة واصبحت البرنجي زي ما كان متوقع لها الشيخ زكريا احمد والشيخ ابو العلا محمد. فمن هنا بدات نجوميه ام كلثوم واسطوره ام كلثوم الكاسحه. طبعا بقت ام كلثوم ملء السمع والارض. خلاص ام كلثوم هذه المطربه الكبيره بقت خلاص، يعني حفلات ولقاءات والسينما، مجال السينما كمان. فمن هنا بدات مسيره ام كلثوم. بدات تعمل يعني الاذاعه، تم افتتاح الاذاعه 31 مايو 1934. مظبوط. كانت هي اول مطربه تغني، اول صوت غنائي كان ام كلثوم. افتتاح الاذاعه بعد قراءه القران الكريم والنشره الاخباريه، وكانت ام كلثوم واصله غنائيه اسبوعيه في يوم من اول 31 مايو 34. طبعا هي قالت انا مش هفضل اغني للحديده. انا عايزه يبقى جمهور. فبالفعل يعني الاقتراح لقى قبول لدى المسؤول في الاذاعه، وعملوا لها حفله شهريه. حفله بدات يا استاذ تامر سنه 1900، اول حفله شهريه ليها سنه 1938. من 38 لغايه سنه 73، يناير 73. يا خبر ابيض. لم ينقطع 1938 لسنه يناير اخر حفلاتها، حوالي 45 سنه مثلا.
بالظبط ده رقم الخميس الاول من كل شهر. هي ايه اللي حددت؟ قالت هختار الخميس لان كان يوم 31 مايو 34 موافق يوم خميس كويس، فقالت نختار يوم افتتاح الاذاعه ونخليها كل شهر الخميس الاول من كل شهر. واصبح العالم العربي كله من المحيط الى الخليج على موعد لم ينقطع مع السيده ام كلثوم. سماع ام كلثوم اصبح سمه اساسيه في حياه الوطن العربي كله من سنه من هذا التاريخ حتى 73 يناير 73 صح، وبدات مسيره هذا كان موعد في العالم العربي موعد مقدس الكل طبعاً. يجتمع حول الراديو لسماع ام كلثوم في الخميس الاول من بالضبط. وانا عايز اقول كمان في حاجه مهمه جدا يا استاذ تامر، يعني يعني من اكثر الداعمين ليها كان الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الازهر الشريف كان داعم ليها قوي جدا، لدرجه ان هو لما عرف ان هو في ساكنين في اوتيل قال ما ينفعش، ووصى ان يجيب لها شقه كبيره قوي في عابدين في حي عابدين، ودي كان اول شقه تسكن فيها هي واسرتها.